ابعت لك روحاني مع فارس شوف طلباتهم ايه ونقسم البطن بالنص. حضرتك انا بخير. لا مش انت مش انت. لا ايه 5 عمليات وكلهم نجحوا. هو فين دلوقتي؟ ماشي انا هتصرف. يمسك عايزك تروح المستشفى اللي فيها ابو هيبه وعايز اسمع خبره. حضرتك خليني معاك انا ما ماليش في الضرب. انا مش عايزك تضرب. انت هتقتل. مالك ابوكي؟ قولي على ابوكي. مزاجه. طب اطلبينا ننفخ معاكي. بقول لك ايه، انا دماغي منفوخه وقد كده ومش ناقصه حد في السهالي. وايه رايك لو اقعد معاكي وما اطلعش؟ يا خوفي لا اخرج من الفيلا من غير حكم. لا حكم ونص. انت بس اللي ما واخداش بالك. اما نشوف. مش عارفه انت وابنك عايزين ايه تاني. ولدي مين فيهم؟ هو في غيره اللي مدوخني وكابس على روحي ومخوفني؟ ماهر الشملول عايزها تيجي تترمي في حضنه وتقول له شني يا حواش. ربنا يسلم طريقه، ده واد حلال مصفي. طبعا هو هيجيبه منين؟ باين عاوزاها تتلون بلون الطين. لا طين ولا زرع يا حاكم، انا اللي غلبانه ومحدش سائل فيا. عمال ادبر من هنا واخطط من هنا وانتوا ولا شايفيني. ابنك لازم يرجع من بره خاطب البيت. انا خايفه صافي حد يلف عليها من الجامعه. ما تخافيش، ماهر هيتجوز صافي والسنه دي مش بعدين. يا روحي وايه السكه دي؟ اخوي الله يرجعه بالسلامه، عمره ما هيرجع على رجليه. أخوي أمله ضعيف والأعمار بيد الله، سيبينا احنا نحكم وأعمالنا هنا وكله بعد كده هيهون. تعرف لو انت صح يا حكم تدخلني عند غنيم. اسمعوا
انا عاوزكم تاخدوا كلكم اجازه. اجازه؟ نمشوا؟ كيف نمشوا والكبير راقد عيان؟ وانت بالذات تغور لحد ما يجي سيدك. انا متناسمر هنا لحد صاحب البيت الكبير ما يقلعني. هطخك يا ربيع لو فتحت حنكك تاني. يلا غور بلا قرف. غور كبير. رايحة فين يا زكية؟ مالك يا كريمة؟ بتحرصينا ولا بتفتشينا؟ لا كده ولا كده يا اخوي. انا بس شميت ريحه ما عجبتنيش، قلت اقوم اشوف روحي طبقة عليا ليه. خش يا كريمه مكانك وسيب اخوك في حاله. رجلك مودياك فين يا حكم؟ عاوز تخش اوضه ابو هيبه؟ وما خشش ليه؟ وتخش ليه؟ عاوزة ايه يا كريمه في ليلتك دي؟ صباح تسيب لي فدانين ابوي. فدانين؟ هخش انام واسيبك يا حكم تشوف دنيتك الجديده. ما تخشي، مالك اتخشبت ليه؟ ايه؟ هتنامي ولا ايه؟ جميلة الساعة دي، غالية يا حكم، وانت غالي. تاج ذهب يا غنيمة. جمال الملك في ذهبه. مخبي الملك ايه تاني يا هيبة؟ اللي يقعد على الكرسي يقبت فيه. خد راحتك يا حبيبي. يا رب صدرك ولطفك يا رب. ما تخافيش يا مرات عمي، ما هسيبش عمي لما نرجع سوا. ما كفاهمش يا ولدي، ما كفاهمش جايين هنا عشان يقتلوه. ولا يهمك، هخلي خمسة يحرسوه لغاية ما يكون بالسلامة. لو بدر ابعد عنك كنت عملت كده من زمان، لكن انا صادق في مشاعري وعارف انها هتوصل لك او حتى تحس بيها. عارف ان اخواتي هم الحواجز اللي عايشينك عني. انا لا خلف ولا عطيه يا صافي، ولا حتى شبههم في اي حاجه. لو ما كنتيش بنت عمي كنت حبيتك. انا بحبك كده زي ما انت. تعرفي لو كنت بتتكلم صيني كنت برضه حبيتك. مهر مهر لو سمحت انا عايزك تفهم حاجه. المشكله مش فيك،
ولا في ان انت ابن عمي. المشكله فيا انا، انا اللي مش حاسه بيك. انا مش شايفاك اكتر من انك اخويا، انت فاهم؟ فاهمني؟ فاهم، فاهم اللي بتقوليه، لاني شايفه. انت يا صافي لو شايفاني ما كنتيش رديتي بالبعد ده كله. صافي انا يعني لا اقدر ابعد عنك ولا اقدر ابقى خلف ولا عطيه، وما اقدرش غير اني احبك وعاوزك وخلاص. انا عارفه يا ولدي انت بتحب بنتي قد ايه، وما تتصورش انا فرحانه ومن قلبي والله. بس هنعمل ايه؟ بنت عمك كده مخها مخالف، بتركب شمال زي ابوها. ما تفكرش يا ولدي اني ما عارفاكش، لا انا عارفه انك زين الشباب يا ولدي، وعارفه عمك بيحبك قد ايه وبيتك عليك اكتر من اخوه. وعارفه كويس ان لو عمك جراله حاجه محدش هيحاوطنا ويحوش عنا الوحش غيرك. بعد الشر مرة عم، انا ما محتاجش اسمع الكلام ده، ولو حضرتك عايزه تطمني اطمني. اطمن؟ هو في حد ممكن اطمن له غيرك يا ولدي؟ انا لو مش واد حكم كنت برضو هبقى دراع عم اليمين، لاني بحب الراجل ده. دين ابو هيبه كبير علي، وعمي هيقوم بالسلامه، لازم يقوم بالسلامة. بتعملي ايه وسايبانا البس لحالي؟ بقول لك ايه، انا مش فايقه لك، سيبنا اطفح نفسين الاول يمكن افهم. ياكش تشوفها كريمه هتسود عيشتك. تقدر؟ لا يا روحي، ده كان زمان. انما انا دلوقتي مرات كبير العيال اللي مالك كل حاجه في ايده. يا مالك انت يا صباح تبقي في البلد. انا في بيت اخوي مش بيتك يا حكم. اخوي ربنا معاه ويكتب له النجاه. هتورثه بيته يا حكم؟ ده شغل رجاله، مالك بيه ولا عاوزه تتحكمي في شغلنا؟ ياك سيد عودك على كده. احترم نفسك يا حكم، عيب كده. ايه تاكلوا بعض ليه؟ اختك تغور على بيتها، لو شفتها تاني حقتلك. كانك اتلطاش من الميتة، بجيلك صوت يا حكم، من الميتة بجيلك طول. مالك بيه يا بنت، مالك بيه، سد حنكك. ثلاثة بالله ما تقعد دقيقة واحدة. فوق يا ابو كيفه، انا في بيت اخويا هيبه، اخويا يا خوي، اخويا اللي العيبه ما تطلعش منيه. والله ما انا عارفه انت قاعد هنا ليه. صنعتك ايه يا حكم غير الافيون؟ شغلتك ايه؟ مش هيبه اللي كبرك؟ مش هيبه اللي عملك ولبسك وعملك بني ادم؟ مالك يا حكم؟ مالك؟ هي حصلت؟ هتقتل اختك؟ اقتل امي لو حكمت. فينك يا هابة؟ فينك يا خوي؟ ربنا رجعك بالسلامة يا هابة، ربنا يرحمنا بيك يا هابة. تعال يا خوي يا
اشوف اختك صباح، اخوك بيطردها. عمري ويا ريت المال ماله. عمري يا ابو ملكتلك قدامي. روق يا حكم روق، اصل هوا المكتب ده مخصوص والمتعكر يروق من نسي. حلاوتك يا حكم. رايحه فين يا صباح؟ راجعه لبيتي. بيتك؟ هتسيبي البيت لزكيه؟ ماليش في قله الادب، انت عارفه اختك. انت عارفه زكيه اللي زي دي لو ركبت ما تنزلش ابدا. تطلع ولا تنزل مالي ومالها، دي بتحشش. انت ناسيه اصلها؟ ما انت عارفه هي عاوزه ايه. عاوزه تثبت ان ولاد الاصول راح زمانهم. معلش يا اختي ما تمشيش، اي واحده تشد والتانيه يا اختي ترخي. ما قدرهاش سيد لحالك. ما عارفاش حاجه اقعد لحالي كيف. خايفه ولا ايه يا كريمه؟ وانت عارفه ان انا خاف من زكيه. امال خايفه من ايه؟ خايفة لأخوك يموت بعد الشر. أخوكي حي والحي مقامه محفوظ. المقام عند أصحاب المقام محفوظ، لكن اللي زي حكم بيكره المقام، بيكره اللي بيفكروا بالأصول. ربنا موجود قادر يحفظ ولاد الأصول. أبوي أمي وناسي كلهم في ده اللحظة دي. عمري ما خشيتك يا مكتب، عامل زي البت البنوت عاوزة مأذون. وديني خشيتها سرجة من غير مأذون. خشيت المكتب. وهقعد على الكرسي. من الكرسي ده معمول عموله. زمان كان اللعب والجري متعة المتع، بعديه بقت النسوان هي المتعة الكبيرة والمزاج العالي، وبعديها لفيونا يا حكم. بقت لفيوني متعة المتع، سنة لفيون ألعب بحواجبي لو عاوز، واقعد مع امير الامراء. تلوك الكرسي ده هو المتعه الكبيره. الكرسي ده كرسي المال والسلطان، كرسي الحكم يا حكم. الكرسي اللي يخلي الكل يطاطي قدامك، والنسوان تلعب قدامك، والافيون كله قدامك. الكرسي أغلى ما في الدنيا كلها.